بلاير باسل. من موسم لموسم رائد بكل شيء، مختلف عن بقية العالم بكل شيء، نسبة التألق، حديث البلد اللي عمل ترندينج نمبر 1، شافوا الجمال. شو حلوة انت، انت محلى البرنامج، والهضامة عم بتزيد. حسيسة، شخص اللي بيعرف يضحك العالم اكثر انسان قدر يكون صادق. برنامج بيطرح اهم المواضيع الثقافية الاجتماعية والفنية مع ضيوف مميزين. كل الناس عم يحضروا منى ابو حمزة. حديث البلد مع منى ابو حمزة، بس يكون عندهم منبر مثل هالمنبر خليهم ينظروا علينا. سامونا الخميس بعد الاخبار على MTV.